ايوه حاضر يا باشا. يلا بعد بعد اذنك كده يا دوس نزل يلا. انا ما اقدرش اعرف عشان مين. خلاص يا عبد الرحيم تصحى من النوم على ضرب نار قذائف، تنزل هنا ضرب نار هنا، عندك طلقات بتخش هنا وهنا. ده اضافه للاسف انا حتى اللحظه دي انا عندي اربع طلقات في البيت، اربع طلقات في البيت، انا نازل باربع طلقات حاليا بس الحمد لله طبعا عديت يعني. فالحمد لله اهم حاجه بس ان احنا نزلنا مصر بلدنا، وبعد كده الله معين وان شاء الله كل امور تتعدل باذن واحد لاحد يعني. The last time in Sudan there was a big war going on. The two forces were shooting one another and it became very unsafe and there was no more food, electricity. So it became very, very bad. And we had to flee and to leave the country. حسن ماذا فعلت؟ راح اشوف.